صديقي يقول على أيام الهيئة تعرضت لكذا موقف من شيوخ يدعون الروحانية وتحرشوا فيني وكنت في حالة صدمة. لا يصير. السؤال خليتهم؟ هذا السؤال خليتهم؟ نجوا بفعلتهم؟ هذه النقطة. أنه المفروض أنه إحنا إذا عندنا فرصة أن ما نخلي أحد ينجو بفعلته. رحت الشيخ بعد الصدمة وقال لي أنت مسحورة وضغط على راسي بقوة بحجة أنه يخرج الجني مني وظل راسي خدران أكثر من شهر وحاليا جالسة أتحرى بأبلس. أوه ماي جاد. ضغط عليه ضغط لدرجة أنها شهر متخدر راسها. أوه واو. شفتي يجي أحد بيقول لك مثلا طب أنت اللي رحتي أنت اللي رحتي بنفسك عشان كده لازم دائم تتذكر أنه الريموت كنترول بيدك. صديقتي تقول لك اكتشفت ان عندي كل الصدمات اللي ذكرتيها اخاف من التنظيف لامراض. افهمك افهم انه بعض الناس تخاف من فكره التنظيف تخاف من فكره التغيير. بصراحه هي فكره التغيير بالنسبه للانسان فكره كثير مخيفه. افهم هذا الشعور وافهم هذا الشيء. لذلك ما ابغى اقول لك تعالي خلينا نروح ابانوس خلينا نروح سودي توكس. ابغاك تبداي خفيف. ابداي بالخوف بس عشان يروح موضوع الخوف. ابداي بس جلسه الخوف راح تغير المعادلة كثير. وجلسة الخوف خفيفة صراحة ما هي ثقيلة ما هي ثقيلة ويعني ما راح يعني تقلب الدنيا أوكي يعني تسوي شوية تغير اتجاهاتك شوية تغير فهمك للحياة تغير شعورك تغير يومك. فابدأي بالخوف. أمي روحانية مرة ودائما تتجاهل حقها من كثر ما أنصحها وفهمها الموضوع صارت تقول لعد كلميني بالموضوع. يعني مرات انت تؤمن بفلسفة او بطريقة او بحالة روحانية انه انت ما تطالب بحقك وبالتالي الكل يدعس عليك رايح جاي ها داعسين عليك كل العالم وكلهم عارفين كلهم عارفين انه انت يعني طيب وانه انت يعني مؤمن بفلسفة كذا يعني ما في حدود اصلا عندك ما لك حدود ولا وبالتالي يتجرؤون مع الوقت يتجرؤون. تقولين كلمتها أكثر من مرة وقال خلاص لا تكلميني أنا أعتقد أنك تحترمين وجهة نظرها. إذا عندها اختبار ما زال ينتظرها فراح يجيها اختبارها وراح تفهم رسالتها وأنها تعاني فهذا خيارها. فلا تضغطين عليها مدام أنت قلتي لها أكثر مرة خلاص. وصلنا 300 شكرا. بعد. منار تقول اكو شيء اسمه تابعة عندنا بالعراق يقولوا على اساس الروحانيين شنو هي ما نعرف. وانا ما اعرف تابعة يعني تتبعك يعني وراك ها يعني تابعك يعني حلوة تابعة اسمها كذا تابعة وهي دايما سيدة يعني ما يصير تابع دايما سيدة يعني وللرجال والنساء دايما سيدة ما اعرفها والله ما تعرفت عليها. أروى حبيبتي تقول دكتورة في واحد قال عندي سحر بس مو قادر علي. يعني السحر مو قادر يسيطر مرة يعني السحر قريب قرب السحر بس صح؟ تقول قال عندي سحر بس مو قادر علي. يعني الجني قرب بس ما يعني ما ضرب على الهدف مرة بس قريب أوكي؟ هل فعلا الروحاني يعرف انه عندي سحر او لا؟ وقال بالتحديد وين في شاكرا الجنس بالتحديد الجني والساحر والرجال كلهم يشتغلون هناك كلهم مركزين هناك اوكي فهمتيها ولا ما فهمتيها؟ هذه بداية الطريق المنحدرة ها بداية الطريق المنحدرة. هو كذا اللي يسمون انفسهم روحانيين عندهم يعني تحرش بطريقتهم هاي طريقتهم هاي بداية النهاية. يقولك الجني يعني السحر قريب الشرح صراحة عميق قريب بس ما يعني ما قدر مرة. Oh my god. يعني صراحة فهو مخلي مجال للموضوع انه هو يدخل في النص كذا قبل ما يوصل الجني للمنطقة ويسيطر على الموضوع هو يدخل لان يعني روحانية عالية كيف يدخل في النص فيسيطر على الموقف.
او ماي جاد، هذا نصاب ابن نصاب، كلب ابن 66 كلب. او ماي جاد. سؤال، هل في ناس تدرك السحر؟ نعم اعتقد في ناس، نعم ممكن انها تعرف السحر وتقدر تلتقط. نعم تقدر تلتقط، لكن صراحة الجملة ما هي مريحة، وموجود في شاكرا الجنس. ما هي ابدا ما هي مريحة، يعني واضح الموضوع، واضح الجني مشغول في شاكرا الجنس والروحاني مشغول في شاكرا الجنس، ومشغولين بشاكرا الجنس. فأي أحد مشغول بشاكرا الجنس صراحة يعني لازم شوية تركزين على الريموت كنترول حقك، لازم تقول لا خلنا ننتبه الريموت كنترول. طيب فاطمة حبيبتي تقول أنا رحت عند معالجة بالطاقة، قالت لي معلومة لم تصدمني لكن أكيد صدمت الكثير، لها علاقة بالجن. يعني المعلومات المتداولة كثير، وإحنا تكلمنا عن الصدمات المعرفية، تكلمنا عن الصدمات المعرفية، نورد في معلومة قد تصدم بعض الناس، قد تربك بعض الناس، خصوصا المعلومات اللي مرتبطة بالمعتقدات وبالأفكار اللي أنت تؤمن فيها وبالقيم اللي أنت تحملها. لكن كونك أنك أنت ما انصدمتي وقالت لك هذه المعلومة، وهو مو عملية اعتداء، ترى ما هي إساءة، في فرق ما بين صدمة معرفية، وإن كنت لا أميل لأنه أنت تصدم الناس معرفيا، لكن في فرق ما بين أنه عندي صدمة معرفية وعندي إساءة روحية باسم الروحانية، صراحة مستوى مختلف من الإيذاء. وقد تكون شافتك أنك أنت يعني تقدرين تشيلين المعلومة وتقدرين تأخذينها، فما انصدمتي عادي، ف يعني أنك عادي أنك تأخذين هذه المعرفة. طيب خلينا نشوف كوين وش تقول. تقول قبل سنوات يودوني الراقي وكان يعذبني، لكن آخر شيء مسكته وهبته هبت، وكان يفكر إنه جني وقال ما عاد أقراها قوي اللي فيها. Oh my god، يعني حتى يوم إنك أنت دافعتي عن نفسك فهمها إنه هو الجني اللي رد عليه. Oh wow، شيء عجيب شيء عجيب.